اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة المغفرة، الحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله، الحمد لله على نعمة المغفرة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك توابين، إليك أواهين منيبين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك، يا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي العراق وفي رحيا وفي فلسطين وفي فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا يا رحمن يا رحمن، ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.